أهلا بكم في محورنا الثاني من حلقة ليلة. أرض الأرز عليلة لا أطال الله كربتها، لبنان منكوبة، هذا هو الإعلان الرسمي هناك. عشرات القتلى، مئات الإصابات، والوضع العام للأسف سيء. رحم الله المتوفين، أنعم الله على المصابين بالصحة والعافية والسلامة. الأسباب، ما الذي جرى، من يتحمل المسؤولية، تفاصيل كل ذلك نتابعها ليلة. نبدأ أولا مع مراسلتنا من بيروت جوانا ناصر الدين. مساء الخير جوانا، واهلا بك في نبض البلد، واخر التطورات لديك جوانا حول ما حدث في لبنان والمسؤولية لمن حملت وما هي الإجراءات المتوقعة خلال الأيام المقبلة. مساء الخير، سأبدأ من المكان الذي نحن متواجدين فيه الآن، هي ساحة الشهداء في قلب العاصمة بيروت، حيث أقامت مجموعات الحراك الشعبي الذي بدأ بانتفاضة 17 تشرين بمبادرة في وقت لا تزال الدولة اللبنانية يعني لا تستوعب ما حصل ولا تقترب من الناس ومن حاجاتهم. هذه المبادرة أقامتها مجموعاتنا الحراك لمساعدة اللبنانيين الذين تضرروا جراء الكارثة التي وقعت بالأمس، خصوصا في المناطق المحيطة بمكان الانفجار. كما يمكنكم أن تروا هناك خيام تحتوي على مساعدات توزع عبر الصليب الأحمر اللبناني لكل العيال العائلات التي تضررت جراء الانفجار في بيروت. للاطلاع أكثر على هذه المبادرة تنضم إلي علا حركي. علا، يعطيكم ألف عافية، أنتم تقومون بشكل أو بآخر بدور الدولة بهذا الموضوع، وكأن يعني تقولون اللبنانيون يساعدون بعضهم بعضا ولسنا بحاجة إلى الدولة، ولكن هون في مفارقة أيضا، أليس هذا واجب الدولة أن تقوم بمساعدة مواطنيها؟ طبعا نحن اليوم لما كانت وضع دولتنا افضل وصارت الحرائق بلبنان كنا ذات المجموعات عم تساهم وعم تتضامن مع الناس، لانه هيدا واجبنا. انا اليوم ما بدي احكي بالموضوع بالسياسه، نحن اليوم تحت كارثه كثير كبيره، اليوم بيروت بتستاهل انه كلنا نكون واقفين حدها، مع انه الموضوع عندي ما بينفصل عن بعضه، يعني اذا بس انا اليوم لكل وقت له حديث. اليوم واجبنا نتضامن كلنا مع بعض، نحن مجموعات من المجتمع المدني ثائرين على كل شيء. طبيعي الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة اللي نحن عايشين فيها، والوصلت الشعب اليوم لقله، بلقينا حل غير نتضامن ونتكاتف مع بعض، نتفض شهدائنا ونأمن على أهلنا، وبعد لك الحادث حديث. طب هون بس لحتى نعرف، هيدا عملتوا خيام لا تستقبلوا العالم اللي بحاجة، عم بتوزعوا المساعدات مباشرة ولا عبر الصليب الأحمر اللبناني، ومن يمول هذه المساعدات؟ اليوم نحن من 9 الصبح حطينا بوست على فيسبوك انه نحن كلنا بحاجة لبعض وبدنا دعم، وكل اليوم اللي عم بتشوفيه هو بفضل الناس، هدول الناس اللي عم تساعد خيا بدون ما تسأل لا مين عم يشتغل ولا وين عم بيروحوا، فهيدول عم نمول بعض من بعض. نحن من الصبح الشباب كان تقسمت على فرق طبية، معنا أطباء وممرضات مشكورين، وفريق طبي نفسي كان عم بيواكب العالم اللي متضررة نفسيا وخصوصي الأولاد. عنا فريق مثل ما شايفة مهتم باللوجستيات والأكل والشرب، عم ينبعت كان للناس وللشباب، اللي هو الفريق الثالث اللي مهتم بالإغاثة على الأرض، كان عم بيشيل ردم وينظف ويطلع يسكر البواب بنايلون ومن هول الأساس. هلا اخذ اذن الصليب الاحمر لانه في ناس لازم تتعشى ويصلى اكل، لانه عتمت الدنيا الجيش منعنا نرجع نفوت على الاحياء، فعبر الصليب الاحمر رح يوصل العشاء للاشخاص اللي موجودين بالاماكن المنكوبه. يعطيكم الف عافيه على حركه، شكرا كثير لكم. هذا فيما يتعلق بما يجري هنا في ساحه الشهداء. سنقوم بجوله لنرى المواطنين الذين اتوا ليس فقط من الكارنتينا بل ايضا من المناطق المحيطه بالانفجار والتي تضررت بشكل كامل. باخر المعلومات التي وردتنا الان بحسب محافظ بيروت ان حجم الخسائر يقدر بين 10 إلى 15 مليار دولار بعد ما جرى أمس. حجم الخسائر جوانا، نتحدث عن الخسائر المادية من الميناء مرفأ بيروت أقصد وما حوله، حتى خسائر المواطنين، هذه هي القيمة التقديرية للخسائر حتى اللحظة؟ لا
لا يمكن أن نتحدث عن خسائر المواطنين يعني بالماديات، الخسائر البشرية 135 ضحية وأكثر من 4000 جريح وعشرات المفقودين. إذا أردنا أن نتحدث عن الخسائر المادية، نحن كنا أجرينا مقابلة مع محافظ بيروت مروان عبود، وهو قال لرؤية أن الرقم الذي قيل أنه 3 إلى 5 مليارات دولار حجم خسائر هو رقم متواضع جدا، لأن بيروت متضررة بأكملها، حتى أن الأضرار وصلت إلى محيط العاصمة، وبالتالي الأضرار في البنى التحتية، في المنازل، في الممتلكات تقدر من الميناء وجواره تقدر بين 10 إلى 15 مليار ليرة دولار. جوانا، لما عندما نتحدث عن أزمة بهذا الشكل ونتحدث عن انفجار بهذا الحجم ونتحدث عن إجراءات للحكومة اللبنانية لمحاسبة كل من هو مسؤول عن هذا الانفجار، الحديث أين السياسيون اللبنانيون اليوم عن المشهد؟ هل سيتحمل لبنان الدولة، لبنان الدولة، كل تبعات ما حدث يوم أمس؟ نعم محمد، إذا أردنا أن نختصر ما حصل، يمكن أن نقول أن الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية تحاول استيعاب ما جرى بالأمس. هي أعلنت أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات، أولا إعلان حالة طوارئ لمدة أسبوعين، ستتسلم القوات العسكرية، نعني الجيش والقوى الأمنية، حفظ الأمن في بيروت. أعلنت أنها ستضع في الإقامة الجبرية المسؤولين عن تخزين هذه المادة. ولكن إذا كنت نتحدث عن مسؤوليات، ماذا يعني المسؤوليات؟ هنا يسأل الشعب اللبناني. المسؤوليات يعني أن يستقيل المسؤولون عن هذا الإهمال، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة. فقط سنحاسب وسنحاسب، حتى أن لجنة التحقيق التي أعلن الكشف عنها أو أعلن مجلس الدفاع الأعلى أنه شكلها، أعطاها مهلة 5 أيام لتعلن تقريرها الأولي. وبالتالي يمكن القول بحسب أجواء الشارع اللبناني أن الشارع اللبناني ليس لديها ثقة بأن هذه الحكومة ستحاسب المسؤولين عن الكارثة التي وقعت في بيروت بالأمس. جوانا، الشارع اللبناني في السابق وفي الأيام الماضية وقبل أزمة كورونا كان في الشارع يرفض كل الحقبة السياسية، كل المجموع السياسي الذي يحكم لبنان. هل من المتوقع أن يعود اللبنانيون إلى الشارع إذا لم يتم محاسبة المسؤولين بشكل حقيقي ولم تقدم الحكومة استقالتها؟ يعني بعد ما حصل لا نعلم ماذا ينتظر لبنان بعد. لبنان كما تعلم محمد يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، أزمات متلاحقة تضاف إليها أزمة كورونا، وما حصل بالأمس كان يعني الطامة الكبرى كما يقال. الناس حتى الساعة، الشعب اللبناني يدعو عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى العودة إلى الشارع، باعتبار أن لا خيار أمامه سوى العودة إلى الشارع لإسقاط هذه المنظومة الحاكمة. طبعا لا شيء على الأرض سوى ما نراها اليوم في ساحة الشهداء، باعتبار أن اللبنانيين لم يدفنوا بعض ضحاياهم، لم يستفيقوا من هول ما حدث، كما أن هناك العديد من المفقودين. ربما ينتظر لبنان أن يدفن ضحاياه حتى تعود الحركة إلى الشارع. محمد، جوانا ناصر الدين، كنت مباشرة معنا من قلب العاصمة اللبنانية بيروت، نأمل السلامة للجميع ونأمل أن يعود القلق لبيروت التي لطالما عرفناها وشهدناها وشهدنا لها. كل الشكر لك جوانا، وسبق المتابعة مستمرة لأحداث لبنان وتطوراتها. وأيضا في ذات السياق أرحب بخبير المتفجرات رجاء خلفات. مساء الخير أخ رجاء، وأهلا بك في نبض بلد. مساء الخير يا سيدي، يعطيك العافية. أستاذ رجاء، لا زال الحديث عن ما شوهد من فيديوهات حول الانفجار، عن أسباب هذا الانفجار، الحديث عن صاروخ، الحديث عن الرواية اللبنانية الرسمية اليوم، هل هي قابلة للتصديق؟ شكل الانفجار، حجمه، هل هو وارد ممكن كخبراء في هذا المجال؟ أستاذ الكريم، مساء الخير وإلك وللمشاهدين الكرام، فرصة طيبة مع أخونا محمد هذه القناة الطيبة. الواقع قبل ما أحكي بهذا الخصوص يجب أن أبين نقطة مهمة جدا.
وهي أن الرأي الذي سأدلي به كخبير متفجرات يختلف أو يدعم أو ينفي الحقائق على الأرض. هذه الخبرة أو هذا الرأي الذي سوف أتكلم به هو مشاهدات تلفزيونية أفسرها حسب ما أراها عن بعد، يدعمها أو ينفيها الخبراء الحقيقيون في الميدان بأجهزتهم التي تستخدم بأخذ عينات، أخذ مسحات من موقع الانفجار التي تحدد ما هي المتفجرات المستخدمة أو نوعيتها، كم تقديرا حجمها أو الكتلة تبعها إلى آخره. الآن هذا الرأي مبني على أكبر شيء على المشاهدات التلفزيونية. حتى نعم. ندخل أستاذ الكريم وأنت المشاهدين، حتى ندخل في هذا الموضوع لابد من مقدمة، شو هي المتفجرات حتى نعرف ويكون المشاهد يعني بالصورة ولو قليلا. احنا ما بنحكي بشكل فنيا بشكل مفسر، لكن حتى يكون واضح له المتفجرات هي عبارة عن مادة كيماوية سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية تنصعق بطريقة ما، نعم، تحدث صوت، تحدث نار، تحدث طاقة، تحدث عصف. هذا الكلام الآن ينطبق على هذا الانفجار الذي تم، وللأسف وأنا آسف أني ما ترحمت على الشهداء والمصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل في أخوتنا وأهلنا في لبنان الحبيب. نعم. هذا الانفجار طبعا ورد كثير من الآراء، والرواية حسب ما سمعت أنها نترات الأمونيوم. النترات الأمونيوم تستخدم عادة وهي أقل أنواع المتفجرات حساسية، يعني قابلة للصدمة، ما بتتأثر بأي صدمة، يعني بدها تعامل خاص حتى تنفجر. هذه المتفجرات النوع هذا بالذات يستخدم في بناء الطرق، في المحاجر، في المقالع، وتحتاج إلى حيز، يعني توضع هذه المادة وتحمص بالديزل ومواد أخرى وتوضع في حيز بتكون ضغط نتيجة الانفجار. هذا الحيز بيكون مضغوط، بتعمل إزاحة للمادة وللتربة وإلى آخره. ما شاهدنا حسب رأيي المتواضع وكخبير في المتفجرات ليست نترات أمونيوم، ليست نترات أمونيوم، ليست. الآن تقاس قوة المتفجرات إلى معامل واحد وهو الـ TNT، مادة الـ TNT تعامل كمعاملة واحد. الآن في أقل منها مثل نترات الأمونيوم، وفي أكثر منها مثل C4 اللي هو 1.34، هذا كمعامل قوة. أنا أرجح الـ TNT أو C4 المادة المستخدمة في هذا التفجير. من الدخان تستطيع أن تحكم أن هذه المادة مادة قوية، مادة عاصفة، ليست مادة نترات الأمونيوم. استخدمت بطريقة ما ممكن نتحدث عنها إذا في عندك أسئلة أو إذا لا. أنا أرجوك، أنا أود الإيضاح، أنت يعني عندما تقول أن شكل الانفجار، لون الانفجار، طبيعة الانفجار تدلل صحيح. أن المادة المستخدمة ليست مفهوم، المادة قد لا تكون نترات الأمونيوم. نعم، حتى لو كانت أستاذي إذا لا. سمحت لي، حتى لو كانت نترات الأمونيوم تحتاج هذه إلى زي ما حكيت قبل شوية إلى يعني جهد فني وصواعق وتوصيلات، ويعني كثير ما تحدث إخفاقات في هذا التفجير بسموه low order، كثير فيه إخفاقات كثير لأنه بطيئة الاشتعال، مش زي المتفجرات الثانية اللي هي قلنا عنها قبل شوية. الآن في أنا بعثت لكم، ما بعرف إذا عزيزنا المخرج عنده صور وبين فيها يعني كيف طبيعة الانفجار حصلت وين ممكن تكون الانفجار. إحنا عم نشاهد الانفجار، فأنا أرجوك يعني إذا عندك إيضاح لشكل الانفجار، ما الذي تقيمه من شكل الانفجار أرجو إيضاحه. إحنا عم نشاهد عبر الشاشة الانفجار بذاته، تفضل. نعم، أنا ما بشاهد يعني بشاهد مباشرة عندي، لكن أنا بقول لك الانفجار في خلط ناس كثير شافوا دخان أبيض وأسود، إذا لاحظته الناس بقول لك شبه انفجار ذري. هذه المادة البيضاء هي ناتجة عن الحرارة التي نتجت عن الانفجار واختلاطها بالماء، وشكلت بما شكل غيمة بيضاء، عرفت كيف؟
نعم. شكلت بمشكل غيمة بيضاء نتيجة الحرارة والصعق الذي تحول على واحد من المليون من الثانية، انفجار بسرعة هائلة جدا حول الماء. وأنا هذا النقطة اللي بدي أقول لك، يعني قبل شوي حكيت لك أنا بعثت صور للمخرج عشان أوضحها، ما بعرف إذا عندك أو يقدر يساعدنا فيها ورقمتين. الانفجار لون الأبيض والأسود، الأبيض هذا عبارة عن بخار الماء الذي تأثر بالحرارة العالية جدا وتحول إلى بخار أبيض. نعم نعم. يعني أنت لا ترجح وجود ما يسمى بانفجار نووي، هذا غير وارد؟ لا، الحديث عن نووي. الكمية كبيرة جدا، لدرجة أنه يعني أستاذ العزيز لما بصير انفجار بده يكون في عندك ثلاث أشياء بتحصل. أول شيء بالترتيب طبعا، أول شيء بصير الضوء أو الوميض، ثانيا بصير عندك العصب، الموجات التضاغط والتخلخل اللي هي بصير تفريغ الضغط الجوي. يعني من المعلوم جدا أن كل جسم على سطح الأرض عليه ضغط جوي ثابت، لكن لما يحصل تضاغط أو تخلخل في واحد عمليون من الثانية بعمل عملية التفريغ التي هي نظرية البرق والرعد. فهذه النتيجة بتلاحظ أنه في ناس بعيد جدا عن مكان الانفجار لكنه توفاه الله، ومع ذلك ما في جروح إلا عبارة عن نزف من الأنف أو من الفم نتيجة تهتك يعني الأوعية الدموية، نتيجة التضاغط أو التخلخل اللي صار في يعني بنتيجة العصب. نعم. فأنا بقول الآن في عندك ضوء اللي هو وميض، اثنين بيجيك عصب، ثلاثة بيجيك اللي هو الصوت، يعني آخر شيء بيجي الصوت. ولذلك إذا رأيت أخوي أستاذ محمد أحد المصورين بعيد جدا ماسك كاميرا، الكاميرا وقعت قبل ما يعني خلينا نقول يظهر الصوت. طيب أستاذ رجاء اسمح لي بسؤال أخير. تفضل. وأنت أوضحت أنك ترجح أن هناك مواد متفجرة غير النترات موجودة في ذلك الموقع، لكن اليوم الحديث أن صاروخا استخدم لقصف ميناء بيروت، تتفق تختلف معه من شكل الانفجار؟ شكل الانفجار سيد العزيز لا يكون صاروخ ولا يكون مادة على سطح الأرض، المادة وضعت تحت مرفأ يعني إذا لاحظت الصورة في هناك صوامع وفي هناجر جايات على البحر تحتهم، بدليل أن الحفرة الموجودة والتربة الحمراء اتجاه زاوية النفر خلينا نسميها للأعلى وبزاوية 45 جاية باتجاه الصوامع نفسهم، مما يدلل على وجود حشوة كبيرة جدا أو حشوات كبيرة جدا تحت المرفأ، وبالتالي يعني انفجارها كان للأعلى. وهذا يعني هذا التوضيح، في تربة حمراء جاية بشكل زاوي، ما بعرف إذا في صورة عندكم، أنا بعثت يعني مرة ثانية. موجودين سيدي موجودين، لكن إحنا نفضل أن نشاهد الفيديو الكامل خيرا من الصور، لكن إذا عندك إضاحة تفضل. التربة الحمراء مالها؟ التربة الحمراء يعني جورة مشكلها الانفجار جاية بشكل محقان، يعني دليل على أنه الانفجار إجا من أسفل إلى أعلى، من أسفل ليس يعني. كان على سطح أو في داخل المبنى، لم يكن داخل المستودع، هو كان كانت أسفل الميناء. أسفل الميناء. نعم نعم. أشكرك كل الشكر خبير المتفجرات الأستاذ رجاء خلفات، كنت مباشرة معنا عبر سكايب. مشاهدينا بعد فاصل قصير سنواصل حديثنا حول ما جرى في لبنان، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. نواصل حديثنا وحوارنا حول ما حدث في بيروت، وأرحب مباشرة بالدكتور فايز دويري الخبير العسكري. دكتور فايز مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد الليلة. أهلا حياك دكتور فايز. إن سمحت عسكريا، كيف تقيم ما حدث، وهل تتفق مع الظنون الأحاديث عن وجود ضربة عسكرية أو هجوم عسكري استهدف ميناء بيروت؟ يا سيد يعني هناك ثلاثة احتمالات لا رابع له. نعم. الاحتمال الأول أن هذه المواد نترات الأمونيوم أو أي متفجرات أخرى موجودة في منطقة في ظروف تخزين سيئة للغاية، لا يوجد متابعة ولا اهتمام، فقدت كمية كبيرة من الرطوبة إذا كانت متفجرات عجينية، أو اكتسبت مزيدا من الرطوبة إذا كانت نترات الأمونيوم، لأن المعادلة هنا متعاكسة، وبالتالي أصبحت حساسة جدا
ويمكن أن تنفجر جراء أي عبث. عندما أتحدث عن العبث أنا الآن أمام احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون عبث غير مقصود، بمعنى أن القائمين على هذا المستودع قد قاموا بتصرف ما، إشعال النار على سبيل المثال، أو أعمال صيانة من خلال استخدام معدات كهربائية أو لحام الأكسجين، وبالتالي كان هناك مصدر ناري. هذا في حال الخطأ غير المقصود. أما في حال الأمر المتعمد هناك إشعال للحريق أو تفجير أولي أدى إلى تفجير نترات الأمونيوم. إذا أنا اعتمدت المقولة بأن هناك 2750 طن من نترات الأمونيوم، حتى تنفجر لابد من أمرين: إما أن يكون هناك حريق كبير أو يكون هناك تفجير أولي يؤدي إلى حدوث التفجير الرئيسي. نعم. يبقى الاحتمال الثالث وهو هجوم صاروخي. هذا الصاروخ إذا كان صاروخ سواء من طائرة أو من غواصة أو من سفينة، الآن إمكانية تحديد ذلك سهل من قبل فرق التفتيش. كيف يكون ذلك؟ اسمح لي، كيف من السهل؟ تفضل. أنا ضابط هندسة، مدير سلاح هندسة سابق، وهذا تخصصي. في حال إجراء التفتيش الدقيق على موقع الانفجار لابد أن تعثر على بقايا مواد تحدد لك نوع المتفجرات، تستطيع من خلال دراسة الموقع تحديد أسباب الانفجار، وإذا كان هناك هجوم صاروخي لابد أن يكون هناك بقايا لهذا الصاروخ. إذن أنا أقول أي فريق مهني مختص خلال وقت قصير جدا لا يتجاوز الساعات يخرج بتقرير أولي، أقول تقرير أولي وليس نهائي، يحدد أسباب الانفجار. طب دكتور فايز، من قراءة اليوم الحديث عن آثار هذا الانفجار، ما خلفه هذا الانفجار، وهل له دلالات لنوع الانفجار وحجمه، هل هناك دلالة يمكن قراءتها من حجم الانفجار ومن ما خلفه؟ تفضل. نعم، الآن هناك أكثر من أمر إذا سمح الوقت. تفضل. أولا، أي خبير في شؤون التفجيرات وفي في الألغام والمتفجرات وراقب الانفجار يتوقف أمام أمرين. الأمر الأول شكل السحاب التي تشكلت، وهي على شكل ما يطلق عليه المشروم أو الفطر، الساق مع قمع الفطر. هذا لا ينتج إلا في حالتين: الحالة الأولى التفجير النووي وهذا مستبعد، الحالة الثانية أن يكون تفجير قوي جدا يقاس كمية المواد المتفجرة بمئات الأطنان. الأمر الثاني لون السحابة. التفجير الاعتيادي يكون لون السحابة أسود أو أبيض، أسود في التفجيرات العادية، أبيض إذا كانت بعض المواد فسفورية. لون السحابة كان لون برتقالي يميل إلى الإحمرار. هذا يعني أن الانفجار نتج في معظم المتفجرات التي انفجرت، ولا أقول جميعها، معظمها كان من نترات الأمونيوم. عندما تنفجر نترات الأمونيوم ينتج عنها أكسيد النيتروجين Na2، يشكل سحابة لونها حمراء. الآن حجم الانفجار قيس على مقياس ريختر بأنه 4.5، وسمع على مسافة 480 كيلومتر. إذا عدنا في الذاكرة إلى تفجير هيروشيما وناجازاكي، رغم الاختلاف المقارنة، هناك كانت 10 كيلو طن، أي بمعنى آخر 10,000 طن من مادة TNT. الانفجار هذا أعطى 4.5، وبالتالي كلاهما تفجير سطحي. الآن مقياس ريختر يعطي ما بين الدرجة والدرجة 10 أضعاف. يفترض أن يكون كمية المتفجرات لا تقل عن 2000 كيلوغرام من TNT أو ما يقارب 3,000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم حتى يعطي هذا القياس على مقياس ريختر. دكتور فايز، بسؤال أخير واسمح لي أطلت عليك.
لكن اليوم في ظل كل القراءات للمشهد كم ساعة يحتاج فريق متخصص للخروج بنتائج أولية واضحة قابلة للقياس في قادم الأيام؟ هذا أولا. ثانيا بحكم خبرتك الطويلة، ما المساعدة التي يمكن أن تقدم لبنان اليوم للوقوف على تفاصيل هذا الانفجار؟ يا سيدي، الآن إذا كان الفريق على درجة عالية من الأهلية والكفاءة والتخصص، والفريق يملك حرية القرار في الوصول إلى كافة النقاط وفي حرية المعلومات، هنا يجب أن أرفع التأثير السياسي على العاملين في المجال الفني. هذا التفجير خلال ساعات، يعني يجب خلال 24 ساعة أن خرجت الفرق اللبنانية بتقرير أولي، أقول تقرير أولي يعطي المؤشرات الرئيسية على نوع المتفجرات وكمية المتفجرات وأسباب التفجير. والآن يمكن أن يحتاج إلى أيام وأسابيع للخروج بالتقرير النهائي، لأنه في التقرير النهائي هناك انعكاسات على البيئة، هناك انعكاسات على التربة، هناك قد يؤدي إلى الإضرار لسنوات قادمة بالمحيط الذي تم به التفجير. لهذا السبب التقرير الأولي أنا أقول يجب أن التقرير قد صدر خلال 24 ساعة الماضية، لا يحتاج أكثر من 24 ساعة في موقع التفجير. نعم هناك خطورة، هناك انهيارات، هناك لا تزال حراك مشتعلة، ولكن هذا الفريق لديه من المعدات والمستوى التدريبي أن يخرج بالتقرير الأولي في غضون فترة قصيرة. إذا كان هناك فريق بعيدا عن الجوانب السياسية، هناك ساعات فقط كل ما يحتاجها فريق مهني متخصص للحديث عن الأسباب الأولية لوقوع هذا الانفجار وحجمه وتبرير كل ما حدث في ميناء بيروت. دكتور فايز زويري الخبير العسكري، أشكرك جزيل الشكر، شرفنا بحضورك الليلة في نبض البلد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم منكم وإليكم فالأردني رؤية. تصبحون على خير، نلتقي السبت المقبل.